أتكلم النهاردة عن كسور منتصف عظمة القصبة، عظمة القصبة، قصبة الرجل لما بتتكسر من النص، يا ترى المريض ممكن يحتاج إيه؟ هنفترض أولا إن الكسر ده مغلق. يعني إيه كسر مغلق؟ يعني مفيش جرح في الجلد، مفيش جرح في الجلد. العملية أو الجبس بيتوقف على سن العيان. في الأطفال لحد سن 10 سنين ممكن نحتاج فقط نعمل جبس لحد سن 10 سنين، بشرط ان الكسر يكون راجع كويس في مكانه، بنصوره طبعا تحت جهاز الأشعة. في السن الأكبر ممكن نحتاج إلى عمل مسمار نخاعي تشابكي أو تركيب شريحة ومسامير، طبعا على حسب الحالة وعلى حسب ما الدكتور المختص اللي بيعالج المريض هو اللي بيحدد. المسمار النخاعي عبارة عن مسمار معدني بيتكون من معدن، لا إما معدن الستانلس ستيل لا إما معدن التيتانيوم، مفيش فرق بين الاثنين، يعني هما الاثنين بيأدوا الغرض على أكمل وجه. بيتم تركيب المسمار النخاعي من عند الركبة وبيدخل جوه العظم، وبعد كده بيتم تثبيته بمسامير تعشيق بيسموها انترلوكينج سكروز من تحت ومن فوق عشان يثبت مكانه. المسمار النخاعي بيدي المريض ميزة التحميل بدري، بيخليه يحمل بدري لو كان كسر بسيط، لو كان الكسر بتاعه بسيط. كل ده طبعا بيحدده الدكتور المعالج على حسب الأشعة اللي بتطلع له. عادة العيان بيخرج تاني يوم العملية، بيتم فك الغرز بعدها تقريبا من 2 إلى 3 أسابيع، بيتم البدء في العلاج الطبيعي بعدها بأسبوعين أو 3 أسابيع. ممكن نبدأ التحميل مبكرا، نبدأ التحميل بدري من تاني يوم العملية. طبعا ده بيحدده الطبيب المعالج، ليس بناء على كلام من على الانترنت او كلام من على جوجل او كلام من على اليوتيوب. طيب الحاجة التانية، في حالة تركيب شرايح ومسامير، بعض الحالات قد تستدعي تركيب شرايح ومسامير، ولكن انا افضل المسمار النخاعي. تركيب شريحة ومسامير ممكن تتركب في الساق. فك الغرز نفس الحكاية، بيبقى بعد 3 اسابيع. التحميل بيبقى متأخر، في الشرايح والمسامير بنأخر التحميل، ممكن يوصل التحميل إلى 2 شهر. إمتى بنخلي العيان يحمل؟ لما نشوف علامات التئام في الأشعة العادية، بنتابع العيان بأشعة عادية، أول ما نلاقي فيه التئام للكسر بنبدأ نخلي العيان يمشي، مش بيمشي قبل ما الكسر يلحم، لأن لو مشي بدري قبل ما الكسر يلحم ممكن لا قدر الله يحصل كسر في الشريحة، الشريحة ممكن تتكسر. الشريحة برضو مصنوعة لا إما من الستانلس ستيل لا إما من معدن التيتانيوم. ده كده في الكبار. نرجع تاني للسن الصغير أو الأطفال لحد سن 10 سنين. احنا قلنا إن ممكن الجبس يبقى كافي نجبسهم، ممكن بنركب حاجة اسمها مسمار نانسي. مسمار نانسي ده بيبقى مسمار مرن بيركب جوه العظم، جوه عظمة الأطفال عشان يرجع الكسر في مكانه، وبنعمل برضو عليه جبس. ممكن في الأطفال نركب شريحة ومسامير لعظمة القصبة، برضو نفس الحكاية. الطفل ما بيحملش لمدة شهر إلى شهر ونص، فك الغرز بيكون بعد 3 أسابيع. محتاج نغير، أنا عن نفسي محتاج أغير مرة واحدة بعد 5 أيام. طبعا الطبيب المختص، أنا بكررها تاني إن الطبيب المختص هو اللي بيحدد الكلام ده، يعني ما حدش بياخد قرار طبي من على الإنترنت، ده غلط جدا. فدي في الأطفال، ده كسور عظمة القصبة. كسور عظمة القصبة ممكن يبقى مصاحب ليها كسر في عظمة الشظية. عظمة الشظية هي العظمة الرفيعة اللي موجودة جنب عظمة القصبة. لو اتكسر عظمة الشظية بعيد عن الأنكل، بعيد عن مفصل الأنكل، مفصل الكاحل، ممكن ما نحتاجش نعمل له حاجة في نص عظمة الشظية، ممكن ما يحتاجش أي تدخل جراحي، بيتساب. بالنسبة للورم بعد عمليات العظام، اتكلمت عنه في فيديو قبل كده على اليوتيوب. الورم 100% هيحصل، كل العيانين هيحصل لهم ورم، رجلهم هتورم. الورم ده اخر حاجه بتروح، هي حاجه ما بتقلقناش طالما الجرح كويس ما فيهوش التهاب صديدي ولا حاجه، ومش شاكين لا قدر الله ان في جلطه في الرجل، الورم بيروح مع الوقت. الورم مش مشكله، يعني رجلك هتورم، العين المكسور رجله هتورم، مشط الرجل هيورم. لو رفعت رجلك على حاجه عاليه الورم هينزل، لو دلدلت رجلك الورم هيزيد. أول ما بنبدأ نخلي العيان يحمل الورم بيزيد، أول ما يبدأ العيان يمشي الورم بيزيد. دي بالنسبة لموضوع الورم، مفيش منه أي قلق. طبعا لو أنت قلقان أو في وجع شديد أو في التهاب في الجرح ترجع للدكتور بتاعك عشان يتأكد لا قدر الله إن مفيش جلطات في الرجل. بالنسبة للعلاج بقى اللي بيمشي عليه المريض بعد العملية، المريض بيمشي على مضادات حيوية عشان الالتهاب، بيمشي على أدوية للسيولة، بيمشي على أدوية للورم، بيمشي على مسكنات.
وممكن يمشي على حاجة للمعدة، لأن أدوية العظام أو الأدوية بصفة عامة ممكن تؤدي إلى التهاب في جدار المعدة، فلازم يمشي على الحاجات دي. دمتم في رعاية الله ونشوفكم على خير.